مسعد يا مسعد. خير يابا؟ فيه ولد الجناوي عمل لك قرار ضبط الاحضار تاني، هيجي يقبض عليك. ده حصل ميت، مش وقت دلوقتي، هشرح لك في الطريق. ايه في ايه؟ حصل ايه؟ اكتم يا ولي منك ليها، كل حاجه جاهزه يا كبير. يلا يا مسعد يلا. يلا على فين؟ اسكتي. رايح فين؟ يلا وقف. رخصك يا ابني. حمل ايه؟ حمل فاكهة يا بيه. طب انزل افتح الصندوق وريني. قلت لك محمل فاكهة يا بيه. شامم ريحة فاكهة، شامم ريحة عفشة. اطلع نزل الاقفاص دي. يلا يلا نزل بسرعة. استنى مسعد بيه، مش بقول لك شامم ريحة عفشة؟